السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم الغديوه ديالي، واللي هي اللحم في الطاجين السلاوي. كيف كتشوفوا، درنا شويه ديال الزيت في الطاجين السلاوي، ودرنا شويه ديال اللحم، ومن بعد غادي نكملوا باقي المقادير. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه ديالنا في هذه الوصفه ديال اليوم. خليكم معنا. اول حاجه يا البنات غادي نحتاجوها هي البصله. كيف كتشوفوا غادي نشلطوها فوق اللحم بهذه الطريقه هذه. يعني الطاجين كيواتيه، الطاجين ديال اللحم كيواتيه بزاف البصله، يعني فوقاش ما كترتو البصله كيجي خالو، يعني المرقه كتجي خاطره وبنينه. والبصله معروف عليه هو اللي كيعسل اي طاجين، يعني كيف ما كان سواء اللحم او الدجاج، البصله هي اللي كتعسلو وكتعطي له مذاق زوين. غادي نستمروا يا البنات حتى نكملوا الكميه ديال البصله اللي عندنا، وغادي نخليهم يتشحروا مع داك اللحم. بعد ما كملنا الكميه ديال البصله اللي عندنا، دابا غادي نديروا شويه ديال الملحه، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان مع بعضياتهم. ومره مره نحركوا هاد اللحم بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. غادي نحاولوا ندخلوا البصله تحت اللحم، يعني فوق ديك الزيت، باش تشحر مزيان وتقلى هي وداك اللحم كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وبعد ما حركناهم مزيان غادي نغطيو على الطاجين السلاوي ديالنا كيف كتشوفوا. نغطيو عليه حتى يتشحروا شويه مزيان داك اللحم مع البصله، وعاد غادي نديرو باقي التوابل. ونبقاو يا البنات مره مره نحركوهم باش ما يتحرقوش لينا البصله على نار، ولكن راه خص ضروري النار تكون مهيله بزاف يا البنات باش ما يتحرقش. غادي نبقاو مره مره نحركوهم. ودابا غادي ندوزو باش نديرو الربيع كيف كتشوفوا. غادي نقطعوه هكا كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، باش نضيفوه فوق اللحم ديالنا كيف غادي تشوفوا معنا. غادي نحاولوا ما امكن نقطعوه رقيق بزاف كتشوفوا، معجنوس والقزبر. غادي نجمعوهم هكا ونقطعوهم بهذه الطريقه هذه، طريقه يعني خصهم ضروري تقطعوها هكا يعني بطريقه رقيقه. ونستمر هكا في هذه الطريقة هذه حتى نحسو بالقزبر والمعجنوس تجانسو مزيان وتقطعو رقاق. وغادي نضيفوهم فوق اللحم كيف غادي تشوفوا معنا بهذه الطريقة هذه. غادي نضيفوهم فوق اللحم، وغادي نستمرو في التحراك. ولكن قبل غادي نديرو دابا توابل، غادي نديرو توابل العادية ديال الماكلة، يعني خرقوم وسكنجبير والإبزار والتحميرة. ملي غادي نحطو كاع التوابل اللي عندنا، غادي نحركو كيف كتشوفوا حتى يتجانسو مزيان دوك التوابل مع البصله واللحم ديالنا كيف كتشوفوا. غنبقاو نحركوهم حتى نحسو بهم تجانسو مزيان مع بعضياتهم، ونخليوهم يتشحروا شويه مزيان.
وملي نحسو بلي كاع دوك التوابل جانسو مزيان مع بعضياتهم مع داك اللحم، غادي نديرو شويه ديال الماء كيف كتشوفوا، غادي نرويو. ملي نديرو الماء يا البنات خص ضروري الماء يكون سخون، حيت الطاجين السلاوي ديال الطين ملي نجيو نديرو المرقه او نرويو خص الماء يكون سخون او دافي، المهم ما يكونش الماء بارد، ضروري يكون الماء دافي ولا سخون، يعني ماشي سخون بزاف ولكن المهم يكون الماء دافي. ودابا غادي نغطيو على الطاجين السلاوي ديالنا وندوزو ننقيو الخضرة. أول حاجة غادي نبداو بها هي خيزو كيف كتشوفو، راه بعد ما نقيناه وغسلناه مزيان كيف كتشوفو غادي نقطعوه بهذه الطريقة على شكل دوائر ولا يعني بطريقة عشوائية، المهم ما يكونوش قطع كبار بزاف باش يعاونونا في الطياب. انا كيعجبني هذه الطريقه هذه، كنحاول نقطعها على شكل دوائر ولا بطريقه عشوائيه، المهم القطع يكونوا صغار باش يعاونونا في الطياب. نستمروا هكا حتى نكملوا كاع الكميه ديال الخيزو اللي عندنا، حتى نكملوا الكميه اللي عندنا، وعاد غادي ندوزو نقيو اللوبيا اللي يكون معنا باش تشوفوا باقي المقادير اللي غادي نحتاجوه في الطاجين ديال اليوم. بعد ما سالينا خيزو دابا البنات غادي ندوزو نقيو اللوبيا، عفوا اللوبيا الخضراء كيف كتشوفو كنقيوها على هذه الطريقه هذه، ما غاديش نديروها طيب فوق اللحم، غادي نطيبوها بطريقه اخرى بوحدها في الكوكوت. من بعد ديال البنات غادي ندير لكم فيديو على الطريقه ديال الطياب ديال اللوبيا بطريقه صحيه. ودابا غادي ندوزو يعني نصاوبو البطاطا ونقشروها قدوها مزيان كيف كتشوفوا، بعد ما غسلناها مزيان دابا غادي نقشروها باش نديروها فوق اللحم مع الطاجين السلاوي باش طيب معاه. اما اللوبيا كيف ما قلت لكم غادي نديروها طيب بوحدها في الكوكوت بطريقه صحيه. من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص على الطريقه اللي كنديروها حنايا اللوبيا باش طيب بطريقه صحيه وخا ما طابتش مع اللحم في نفس الطاجين. كيف كتشوفوا هذه هي الخضره اللي غادي نرافقوها مع الطاجين ديال اللحم ديالنا، كيف كتشوفوا هي اللوبيا بعد ما غسلناها ونقيناها مع ديك البصله، وهي البطاطا درناها في الماء، ديما كتعجبني ندير البطاطا في الماء باش كاع داك النشا يخرج منها، وعاد عاود غادي نعاود نغسلها مزيان. وهي خيزو كيف كتشوفوا حتى هو غسلناه، ودابا غادي نرجعوا للطاجين ديالنا باش نشوفوا فين وصل في الطياب. غادي نحاولوا يعني نحيدو شويه اللحم نديرو على جانب غير بشويه كيف كتشوفوا معنا، وغادي نضيفو خيزو على ديك البصله بهذه الطريقه هذه، غادي نحاولو نستفوه غير بشويه، وغادي نرجعو من فوق منه اللحم باش يسهل عليه يطيب بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معنا. غادي نستمروا هكا حتى نكملوا الكميه ديال عفوا ديال الخيزو اللي عندنا. كيف كنعرفوا راه الخيزو حلو بزاف في المذاق وكيعطي بنه زوين على الطاجين، كيف غادي تشوفوا معنا غادي نحاولوا نستفوه هكا، وعاود غادي نغطيو عليه حتى
بدا يطيب على خاطره على نار مهيله حتى نحسو به طاب. المهم يا البنات غادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب شويه وعاد غادي نديرو عليه البطاطا كيف كتشوف. غادي تشوفوا معانا ان شاء الله، خليكم معانا ونعاودو نتلاقاو اللي غادي نديرو البطاطا فوق اللحم والخيزو اللي كاين في الطاجين السلاوي ديالنا. بعد ما غسلت البطاطا قطعتها بهذه الطريقة هذه كيف كتشوفوا، وغادي نضيفها فوق اللحم وداك خيزو اللي استفناه من قبل كيف كتشوفوا. حاولت نقطعها كرقيقة باش تسهل في الطياب على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معنا. دابا غادي نستفوها فوق اللحم، ولكن قبل ما ننسى البنات انا كيعجبني الحامض، غادي ندير هاد نص حامضة في الوسط عاد غادي نستفو من فوق منها البطاطا كيف كتشوفوا معانا. راه الحامض مزيان يا البنات، كيواتي اللحم وفيه فوائد صحية اللي كاملين كنعرفوها. المهم غادي نحاولوا نستف هاد البطاطا كلها بهذه الطريقة كيف كتشوفوا، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا من بعد ما استفنا من فوقه البطاطا. بعد ما كملنا تستاف ديال البطاطا فوق اللحم كيف كتشوفوا، ده هو الشكل النهائي ديالها بهذه الطريقه هذه، كتجي شكل دائري فوق داك اللحم باش يسهل الطياب ديالها. وقبل ما نسير البنات بالنسبه اللي كيعجب له الفلفل الحاره انا كنديرها فوق البطاطا بهذه الطريقه، اللي كيعجبو الحرور اللي ما كيعجبوش الفلفل الحار يقدر يستغنى عليه، هذا اختياري يا البنات تقدروا ديروه وتقدروا تستغناو عليه بالنسبه اللي كيعجبو الفلفل الحار. دابا غادي نغطي على الطنجره او الطاجين السلاوي ديالي حتى يطيب على خاطرو، ونعاودو نتلاقاو باش تشوفو الشكل النهائي ديالو. المهم يا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين السلاوي ديال اليوم، راه كل شيء طايب كيف كتشوفوا، البطاطا والفلفل وحتى داك الخيزو راه طاب. نتمنى يكون هذا الشيء ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، كنستنى تشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني وكتخليني ديما نقدم لكم الجديد ان شاء الله. المهم دابا يا البنات راه الطاجين السلاوي ديالي وجد، وحتى ديك اللوبيا الخضراء اللي غادي تشوفوها معانا من بعد ما طابت حتى هي راه وجدات. نتمنى يكون هذا الشيء عجبكم، وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو اخر على الطريقه ديال الطياب اللي كنستعملوها حنايا اللوبيا الخضراء باش تجي طريقه صحيه. المهم دابا يا البنات خليتكم في حفظ الله ورعايته حيت وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتمنى يكون في هذا الفيديو عجبكم، كنستنى تشتركوا معايا في القناة فضلا منكم طبعا وليس أمر، وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد بحول الله. دابا خليتكم في حفظ الله ورعايته، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.